نسيم ولا عبا شعري غار وثار غار وثار علي وثار عليك فماذا صنعت لهم يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام يريدونني أن أموت لكي يمدحوني وهم أقفلوا باب بيتك دوني وهم طردوني من الحقل وهم سمموا عنابي يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم يا أبي الفراشات حطت على كتفي ومالت علي السنابل والطير حلق فوق يدي فماذا صنعت لهم يا أبي يا أبي ولماذا أنا فماذا صنعت لهم يا أبي يا أبي ولماذا أنا أنت سميتني يوسف يا أبي يا أبي أنت سميتني يوسف يا أبي يا أبي وهم أوقعوني في الجنب واتهموا الذئب والذئب أرحم من إخوتي أبتي أبتي يا أبتي 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 يا أبتي آه آه أبتي أبتي يا أبتي 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 يا أبتي جنيت على أحد عندما قلت أني
ذهبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي.